السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أداة اسمها الريموت كنترول، دي بتشتغل على جوجل كروم. ريموت كنترول يعني معنى إيه؟ بمعنى إن أنت سايب الكمبيوتر بتاع الشغل مفتوح وأنت في البيت، هتدخل تتحكم في كل حاجة على الجهاز اللي هناك، تقدر تعمل أي حاجة، تقدر تفتح أي حاجة. لو في ملف ناقص تقدر تتصل بواحد صاحبك تقول له الملف دوت من الجهاز بتاعك، تقدر تعمل اللي أنت عايزه. ممكن تدخل على الشبكة وتشتغل زي ما أنت عايز، كأنك موجود في البيت الشغل بينما انت موجود في البيت. تبعت ايميلات، تفتح الملفات، تدخل تاخد حاجه من الشبكه، تدخل تحت الشبكه وهكذا. ونتمنى ان نستعملها في خير ما استعملناش في الشغل. هي عباره عن بلجن بيتسيت اب اسمه جوجل كروم ديسكتوب، اللي هو دوت اهوت دي اداه. كل اللي انا بعمله ان انا بدوس هنا سيت اب وتبدا تسيت اب معايا. الأداة دي بيقول لي إيه؟ بيقول لي الكمبيوترات اللي أنا مسطب عليها الأداة ديت. فأنا بختار مثلا أي واحدة فيهم، يعني هو ده الاسم وده الباسورد، تمام؟ أنا داخل من الجهاز اللي أنا مسطب عليه الأداة، أساسا ما ينفعش أظهر حاجة من حاجات الشغل، تمام؟ فأنت مجرد أنت تختار الجهاز، تمام؟ بيبدأ يشوف هو متصل بالنت ولا لأ، ويبدأ يدخل. ده حصل ليه بالشكل دوت؟ الشكل الجميل دوت لان انا فاتح زي ما قلت لك من الجهاز اللي انا شغال عليه دلوقتي، فبقدر اتحكم في اي حاجه، اقدر اقفل الشاشه الموجوده لو انا في برنامج سايبه بيعمل داونلود، اقدر بعد كده اروح اقفل الحاجه واشتغل عادي خالص، واقفل وافتح زي ما عايز. فدي افضل اداه بنستخدمها عشان نعمل ريموت كنترول ومجاني، وفيها نوع كبير جدا من السكيورتي، لان لازم تتسطب الاداه في مكان معين بكل سر معين.